هذه طالبة تقول: نحن طالبات نصلي في الجامعة بالنقاب. نحن طالبات نصلي في الجامعة بالنقاب، فهل يجوز فعلنا ذلك؟ لأننا إذا رفعنا النقاب ظهر شيء من النحر وشيء من الصدر، فهل فعلنا هذا جائز؟ إذا كان ما عندكم رجال يجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة الوجه، ما عندها إلا نساء، أو تصلي وحدها، أو عندها من محارمها من الرجال تكشف وجهها في الصلاة، لكن لا يظهر من رأسها شيء ولا من سائر بدنها، ما يخرج منه شيء إلا الوجه فقط. نعم.